السلام عليكم. اليوم ان شاء الله هنقدم لكم الفقاقس. كنحتاجو العنبه ديال عامر، يعني عامر حتى الفم ديال الزيت، بحالو عامر مخلط النص زهر والنص ماء. نحتاجو جوج بيضات، 6 المعالق نتاع الزنجلان سمسم، راه عندنا مغسول ومنقينو ومحمرينو. عندنا هنا معلقة نافع كبيرة، عندنا شوية الملحة، عندنا هنا 8 المعالق نتاع سنيدة. سنيدة من الأحسن دائما شوفوا هاد السنيدة اللي كتكون رطبة، ما ديروش ديك سنيدة الغليظة، لأن ديك سنيدة الغليظة في الحقيقة نقول لكم كتفسد الكاطو. هاديك سنيدة الغليظة، ديك اللي كتكون غليظة بزاف، دائما فاش تبغيو تعزلو سنيدة اللي غادي تشريو الحلوة دائما تعدلو هاد الرقيقة اللي كتكون هكا رقيقة. هنا عندنا الدقيق على حسب الخليط، نحطو البيض. البيض راه عندنا مغسول، كنغسلو دائما. دابا ان شاء الله غادي نبداو. بسم الله الله اكبر. البيض دائما يكون على حرارة المطبخ. ندير واحد القبيصة ديال الملح، الملحة غير واحد غير هكا. هنا هاد النافع تا هو غادي نديرو مع البيض. كنديرو الزنجلان، راه عندنا محمر، سنيدة. هنا دابا غادي نخدمو هاد هادشي اللي درنا فيه الكسعة، هاد العناصر اللي درناهم نخدموهم مزيان. كنفكو ديك النافع مع سنيدة مع البيض، هنا كنخدموهم مزيان. ديك النافع ما حدنا كنحكوه وهو كيلقى الريحة ديالو. النافع راه النافع البلدي، ماشي ديك حبة حلاوة أو ديك النافع البستاني، يعني كنقول لكم النافع النافع البلدي، باش تمشيو تقول لهم عطوني النافع البلدي اللي ينسون. يعني كنخدمو ديك الشيء كنخدمو مزيان. احنا كنخدمو دابا بالكف ديال يدينا. هنا نزيدو هاد الزيت. دابا فاش درنا الزيت غادي نخدمو غير بحال هكا، بحال شكل خباشة. حنا دخلنا الزيت هاد الخليط، هنا دابا تنزيدو هاد الكاس نتاع الماء او مخلط زهر وماء. ما كاينش عندكم راه يمكن لكم تكتفيو غير بالماء كاع، الا ما يعني ما تواجدش عندكم الزهر. هنا حتى كندخلو ديك الماء مع هاد الخليط، يعني راه ما نديرو الطحين حتى نتاكدو بلي خلطنا كلشي. هنا دابا غادي نزيد الطحين. الطحين راه حنا كنحطو حدانا كيلو، ولكن راه يقدر ما يدخلش كامل لحقاش كيبقى على جودة. هو راه عندنا الطحين الخاص بالحلويات، ولكن كاين شي طحين بعد شي ساعات كيخرج كيشرم. حنا دابا فاش دايرين الطحين حنا كنديرو غير هدا هكا صبعانا بحال شكل الخباشة. ما خصناش نقصحو العجينة ديالنا، الفقاقس ديالنا ما خصهمش يقصاحو وما خصهمش يبقاو يعني جاريين. خصنا واحد العجينة اللي خصنا نطلقوها في يعني نحربلوها فوق في البلاصة اللي غادي نخدمو. هانتوما ها العجينة ديال الفقاقس ديالنا كي دايره، راها ما قاصحاش وما جارياش. هانتوما كتشوفو ما كتلصق لا في الارض وماشي قاصحه يعني صلبه، لحقاش الا درتوها قاصحه غادي تعذبكم في التحربيل، يعني نتوما كتحربلو وهو كيتفرتت. فاش كتكون العجينه هكا لينه راه واخا تحربلو ما كيتفرتتش. دابا هنا نحطو ديك العجينه ديالنا، نقطعوها هكا القياس
الناس اللي بغيتو، لحقاش هما اللي تقطعوا صغارين، قطعوا نتوما الحجم اللي طاعت لكم على يديكم. كنديروا لهم هكا، حنا كنغطيوهم ما كنخليهمش عريانين. هنا دابا كنقطو هذا سميتو، كنبداو نحربلوه. هنا علاش قلت لكم ما تقصحوش العجينه، لحقاش الا جي بغيتو ديروا لها هكا وكانت قاصحه ما دي تساعدكمش. داكشي علاش كنقول لكم ما تزربوش بالطحين، يعني ما تكثروش الطحين، حتى كيجرب الانسان حتى كتشوفوا العجينه بالشكل اللي بغيتو، الرخفه اللي بغيتو. انتما راه حنا كنديروهم هكا، كنديروا الحربول هو هذا، كنرققوه، كنحاولوا نرققوه، كنديروه رقيق رقم الصبع الصغير ديال يدينا. هنا كنجيبوا المقص، حنا حربلنا العجينه كامله، انتما كتشوفوا حنا كنلويوها على يدينا، يعني كنحربلو هكا. حنا لوينا العجينه على يدينا، اللاطه اللي تدخل الفران راه حنايا دهناها، يعني ضروري باش تدهنوها. دابا هنا كتجيبوا المقص كتقبطوه هكا وكتبداو تقطعوهم غير صغيورين. هذه صغيره بزاف ما نديرهاش، باش خصهم يتقطعوا تقريبا تقاده وحده باش كيجيو في الطياب قد قد. من الا درتي وحده رقيقه بزاف وحده غليظه ما في الطياب ما كيطيبوش متقادين. حنا راه غير كنقطعوا في اللاطه، ما عندناش المشكل، واخا تجي وحده وحده حدا وحده، يعني غير ما يكونوش هكا، غير ما يكونوش مثلا وحده هكا فوق وحده هكا، اللي لا ما هكا وحده لاصقه في وحده ماشي مشكل، راه غير كيشموا الصهد نتاع الفران، يعني كيبداو كيتفركوا راسهم كيوليو بحال شكل تاع حمص او كاوكاو. هكا كنبقاو حتى كنكملوا. في هنا فاش كنكملوا الفقاس ديالنا كنشعلوا الفران كيكون سخون مزيان، كندخلوا الفقاس ديالنا، كتكون العافيه من التحت ولا من الفوق، يعني راه حتى كنديروا له ديك هكا وكيبدا يتزعزع لنا الفقاس ديالنا. هانتوما دابا راه ما كيتزعزعش، ولكن من بعد غادي يتزعزع، ديك الساعات كنهبطوه باش يتحمر عاوتاني من الفوق. وكاين عاوتاني اللي ما بغاش يقطع بالمقص، الا ما كانش عنده الانسان المقص، راه حنا كيترققوا مزيان كما قلت لكم، وكنقطعوا غير هكا، كنقطعوا صغارين. هانتوما هكا، وكنهزو ماشي كنهزوش بالوحده، راه حنا كنهزوهم هكا يعني بالعرام، وكنبداو نحطو في اللاطه، واللي كتكون ملاصقه كنحاولو نفكوها كنحلوها. نتوما راه كيكونوا لاصقين في اللاطه اللي كندخلو للفران، ولكن فاش كنديروها وكيبدا كيطيب نتوما راه غير كنديرو لها هكا كيتحرك. دابا هنا فاش صافي كيبدا يتقلع لنا هكا، دابا غادي نهبطوه باش يتحمر هكا على الوجه. هما دابا ها هو محمر، ها نتوما تشوفوا الطياب ديالو كيتلجي، راه كتجي كاينه الحبه اللي كتجي محمره بزاف وكاينه الحبه اللي شويه، ولكن هو راه كله مقرمل. دابا صافي كنخليوه حتى كيبرد عاد كنجمعوه. الفقيقص ديالنا ها هو واجد، راه كنخليوه حتى كيبرد عاد كنجمعوه. وهاد الكميه اللي صوبت اليوم نتاع هاد الفقيقص هذا راه عطانا كيلو، يعني ديك المقادير اللي صوبنا راه عطاونا كيلو ديال، عاد فايت شي شويه راه اكثر من كيلو. هنايا راه ما تدخليش للدار المكنسيه وما تلقايش فيها الفقاقص كاينين، يعني الفقاقص ضروري باش كيكون، كيتقدم مع اتاي، كيتقدم مع الحليب. الدراري ما كيقدروش يفطروا، او هذا كدير لهم زلافه ديال الحليب وكترمي فيها ديك الحفينه ديال الفقاقص حتى كيفزك وكيتكل، راه كيجي رائع. هانتوما شفتوا يعني الزنجلان والنافع كلشي فيه صحي. هكا كنتمنى يعجبكم، وما تنساوش الخيرات في القناه ديالي على اليوتيوب، وخليوا لي الاقتراحات ديالكم في التعليقات. بالصحه والراحه. Thank you.
Thank you.